بها الفقرة الأخيرة لليوم بعالم الصباح ضمن رشة ملح. رح أكيد نخلص تحضيراتنا، عنا القطايف، عنا المعكرون، وعنا كمان القمح، بس اليوم القمح على غير شكل، ما هيك؟ حطيت لهم حليب. صح. هلا رح نشوف مع الشيف حسين ضمن رشة ملح. صباح وغادة إليك ولكل المشاهدين من جديد. هون مثل ما عم بتشوفي بعدنا عم نحضر، عندي عجينة القطايف. هيدي عجينة القطايف تقريبا رح تصير جاهزة. لكن شو حضرنا هون؟ هون حضرنا بلشنا صح، هيدا أول فوز، أول صحن خلص. هيدي اللي هي مع جوز الهند، هيدي اللي هي مع جوز الهند. هلا رح اجي حضر اللي هي مع الشوكولا. أوكي. عندي شوكولا مرهمية قابلة للدهن. أوكي. بحشي فيها كمان بهالشكل العجينة. عظيم. لكن هيدي عجينة قابلة، هيدي الشوكولا مرهمية قابلة للدهن كمان بهالشكل. رح نعمل ثلاث أصناف، إيه؟ رح نعمل شوكولا وجوز هند، وشو كمان قلنا؟ شوكولا وجوز هند، وفي عنا توت، وفي عنا العادة اللي كلنا بنعرفها هي بالقشطة. بالقشطة. أوكي. هلا القشطة صارت جاهزة عنا، حطينا لها الجبنة. وجوز ولوز وكل هول الأخبار هدول. هلا هول الجوز واللوز طبعاً كلنا بنعرفهم يعني. حاسة. صحيح. بس حبينا اليوم نحن نعمل شيء جديد. فيني حط عليها كمان. بعد؟ أكلة. يلا. اوكي. هيدا الثانية. خلينا نجيب شوي من الفستق الحلبي ونزينه. نحط كمان ندق فستق حلبي ونحط شوية فستق حلبي على الوجه. اوكي. هيدا تعطينا. يلا. هون شو رح اعمل؟ ليك اللي اقول لك. هون في عندي لوبيت. بدك تعمل بعد؟ نعمل بعد؟ هدول عندنا وقت بعد؟ خلص بزيادة. خلص بزيادة نطفي هون. لا هون مش رح نطفي. اه شو ما نعمل؟ خلينا نشيلها لهيدي. بدي احط محلها القلاية لنحضر للمعكرون. المعكرون، ايه اوكي. طيب. بنحط القلاية، وهلا شو رح اعمل؟ هلا رح اجي جيب كمان معلقة. ليكي شو رح يصير. عندي فستق حلبي منقوع، رح ضيف فستق الحلبي المنقوع بهالشكل. اوكي. ضفنا فستق حلبي، رح جيب كمان مشاهدينا عندي ايضا من الزبيب، كمان رح ضيف الزبيب بهالشكل. هيدا كمان زبيب منقوع، ورح جيب عندي لوز، طبعا فيني حط كمان من الكاجو، هيدا ايضا من اللوز. هيدي القمحيه نحن غاده حطينا لها كل المكونات. هيدا الطبق صار جاهز عنا، قمحيه بالحليب. أوه. اما بالنسبه للقمحيه بالسكر نحن بنحط بعد ما يستوي عندي القمح، بحط لكل كيلو من القمح بحط له 6 كوب من السكر. كل كيلو قمح بضيف له 6 كوب من السكر، بخليهم يغلوا شوي مع السكر، وبشيل هيدا الطبق بقدمه. القلوبات بحطهم على الوجه مش بحطهم بقلبه. ايه او على جنب يعني. صح. اللي بده بيزيد بعدين قلوبات وهيك بتصير الخبرية. طيب يلا هلا ليك شو رح اعزبك؟ بدي اعزبك. بدك تعزبني؟ تعبي هون الكاسات لنحط جوز الهند، برش جوز الهند على الوجه. انا بهالوقت خليني كفي باقي القطايف. ما تعطلهم. رح اجي لباقي القطايف. عندي باقي القطايف هون، في عندي التوت. طبعا قطايف بالتوت اللي هو مشاهدينا قطايف مربى التوت. رح احشي كمان عجينة القطايف بمربى التوت. طبعا فيني احشيهم غادة ايضا بمربى المشمش، فيني احشيهم بمربى التين. اكيد. بس التوت كتير طيب مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نحشي ايضا مشاهدينا. هلا حبه القطايف نحن فينا نعملها قد ما بدنا، فينا نكبرها، فينا نصغرها، فينا نعملها سواريه،
حسب ما انتم بترغبوا. انا عامل كذا يعني مثل ما عم بتشوفي احجام مختلفه من القطايف بهالشكل. طيب بضل في عنا المعكرون لانه ايه عنا هون هلا رح بعد ما نخلص بلش رح نبلش بالمعكرون ونحكي عن المعكرون كيف حضرنا عجينة المعكرون بأول فقرة من فقرات رشة ملح. بأول فقرة وتاني فقرة من فقرات رشة ملح اليوم حضرنا عجينة المعكرون وأيضا مشاهدينا حضرنا كمان عجينة القطايف. طيب رح حط كمان فستق حلبي بهالشكل وأيضا رح جيب حط قطر ما بنكتفي هون بس بالمربى رح حط كمان قطر على القطايف. هيدا النوع الثالث لكن من القطايف. رح اجي للقشطة. على القشطة انا تركتها بس بعدها شوي سخنة بس ما بيأثر بنقدر نحضر كم حبة. بعدها سخنة؟ بعدها سخنة القشطة. رح اجي هون فينا نطفي يمكن ايه فينا نطفي النار. يلا طفي يعني. اوكي بعد عنا بس هيدا بعد عنا المعكرون رح نحضر المعكرون على رواق. اوكي طيب خليني احشي هيدي القشطه طبعا بعدها سخنه كثير ايه لازم تبرد بس نحضرها ما بيأثر. كمان نكرر. اوكي لكن القمحيه جاهزه. بتعرفي تعملي معكرون؟ بعرف اعمل معكرون ولا مره جربت ولا اسهل من هيك. هلا رح احضر معكرون انا وياكي كمان لكن قطايف بالقشطة انا حبيت اعملها هيك بتعرفي كل العالم بيعملوها ايه اكيد فينا نغير حتى في ناس بعجينة هاي القشطة بيعملوا اشياء مالح وهيك صح كمان طيبة صح انا كنت بدي احضر بس بعدين لا هلا اليوم لا اليوم عيد الميلاد ايه رح نحضرهم بغير ايامات فينا نعملهم مالح بس اليوم بدها تكون لا انا بدي احضرهم بعيد الميلاد مع الكنبيه طبعا رح نوعد المشاهدين انه رح يكون في عنا بهيدا الشهر حلقات كتير حلوة بالنسبة للأعياد صح وفي عنا الحبش رح نعمل الحبش الغربي والشرقي والفخذ الجيجوب وكتير أصناف الكنبي وشوفينا نحن نحضر وصفات لليلة الكريسماس ورأس السنة. طيب هون كمان رح جيب أيضا قطر كمان حط قطر ومثل ما عم بتشوفي عندي الفستق الحلبي رح اجي حط شوي نعطي لون احمر بهالشكل. طيب يلا بعتقد خلصنا هون بعد ما نشي 3 دقائق يلا لنحكي عن عجينه المعكرون. اوكي هول القطايف وانواع القطايف وهيدي القمحيه هاي القمحية هون رح نحط لها شوية جوز الهند بهالشكل. اوكي نرجع نزين بعد طيب. شيء لا خلص لان القلبات موجودين بقلبها ركز لنا هلا على اخر شيء اما بالنسبه مشاهدينا للمعكرون لكن عجينه المعكرون نحن حطيناه حطينا طحين ابيض حطينا طحين فرخه حطينا سميد كمان رح نشوف المقادير بعد شوي على الشاشه. طحين ابيض طحين فرخة أيضا حطينا مشاهدينا سميد حطينا زيت نباتي حطينا كمان ينسون حطينا مي بيكنج باودر بالإضافة حطينا كمان مشاهدينا للسكر وفيكن كمان تحطوا من المحلب. هيدي العجينة وهون في عنا مبرشة أو إذا في عنا مصفاية يا مبرشة يا مصفاية ما عنا أي مشكلة لحتى تطلع كلها نقاط 100% بعملهم بهالشكل بول وبنجي بهالشكل على المصفايه بيطلع عندي هيدا الشكل. خلينا نشوفه الشكل اللي طلع عندي. اوكي
بيجي على الزيت الحامي، بنحط بالزيتات الحامي، وبعد ما نحط بالزيت الحامي بدنا نشيلها على اوكي بدنا نشيلها على محرمه لامتصاص الزيت، نرجع منشيلها على القطر البارد. اوكي، في شغله عندنا هون. هلا في ناس كثير بيسالوني ليه ما بتتشرب القطر؟ بيكون عندي القطر فاتر او بيكون عندي مشاهدينا القطر سخن. هيدي ملاحظه كثير مهمه بالنسبه. منه منيح اذا يكون سخن؟ لا، ما بتتشرب. بالعكس نحن بنفكر انه اذا سخن تشربه اكثر. لا، هيدي معلومه كثير مهمه بالنسبه للمعكرون. القطر بده يكون بارد، فاذا منشيلهم من الزيتات، منصفيهم، بعد ما نصفيهم منحطهم بالقطر البارد ونرجع منقدمهم، منشيلهم ومنقدمهم. طبعا هيدا بالنسبه للمعكرون. انا بهالوقت غاده برجع بذكر كل المشاهدين بالنسبه لعجينه القطايف، لكن عجينه القطايف حطينا لها طحين، حطينا لها مي، حطينا لها بيكنج باودر، حطينا لها سميد، بالاضافه حطينا لها كمان فيكم تحطوا لها شويه سكر، حطينا ايضا ماء الزهر وحطينا نشا. هيدي بالنسبه لعجينه القطايف. اما مشاهدينا بالنسبه للقشطه حطينا حليب سائل، حطينا كمان سميد، حطينا نشا، حطينا جبنه موتزاريلا مبروشه، حطينا مسكه، وايضا كمان حطينا فيكم تحطوا رشه سكر وماء الزهر. أوكي. لكن هيدا المعكرون. انا نحن بهالوقت بفتكر جاط، بهالوقت انا محضر جاط وجاهز عنا الجاط. اوكي، هيدا جاط المعكرون انا حضرته وجاهز عنا. اوكي، لكن مشاهدينا هيدا المعكرون كمان حضرني هون اربع اصناف او اربع انواع من القطايف. عندي القمحيه وايضا في عندي المعكرون. انا هيك بهالوقت غاده طبعا بدي اشكرك، بدي اشكر كل المشاهدين، وان شاء الله ينعاد عليكم وصفتنا لليوم، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. طبعا برجع بذكر كمان اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب. هلا اليوم ما لحقنا نجاوب، بس بكره بوعد المشاهدين راح جاوب على سؤالين. هون خلينا نشوف، هيك شو في عندنا هون، خلينا نشيلهم بس يحمروا بعد شوي، بعد بدهم نتخفي. بالضبط هون بعد بدهم شوي لحتى ياخذوا لون، بعد ما ياخذوا لون رح شيلهم انا وحطهم على المحرمه وبرجع احطهم بالقطر. الف صحتين. فاذا كل برباره وانتم بالف خير، مشاهدينا وكل عيد وانتم بالف خير. نحن بنشوفكم بكره بعالم الصباح ابتداء من الساعه 10 بتوقيت بيروت.